بسم الله الرحمن الرحيم، بناتي وابنائي الاعزاء، خلونا النهارده نكمل مع بعض محاضرتنا في السيتوجينيتك. وهناخد مع بعض النهارده ايه الميوسس. الميوسس دي سبيشال تايب من السيل ديفيجن بيحصل في الميل والفيميل جينيتال سيستم. طبعا في الميل بيحصل في التستس، وفي الفيميل بيبقى في موجود في الاوفري. وفي اخر المحاضره هنفرق ما بين الميل والفيميل بالنسبه للميوتيك سيل ديفيجن. لكن هو بيحصل لخلايا موجودة في التو أورجانز التستس والأوفري، بنسميها جيرم سيل لاين. هذه الجيرم سيل لاين عبارة عن سوماتيك سيل. يعني ايه سوماتيك سيل؟ يعني فيها 46 كروموسوم وفيها دبل اماونت اوف زي دي ان اي، خلية عادية خالص اسمها جيرم سيل لاين. ايه الهدف من الميوسيس؟ الهدف من الميوسيس ان كل جيرم سيل لاين تديني فور جميتس. يبقى ده الهدف الاولاني، الخلية اللي فيها 46 كروموسوم ودبل اماونت اوف دي ان اي تديني اربع خلايا مش خليتين اتنين. لان لو انا بتكلم عن خلية فيها 46 كروموسوم ودبل اماونت اوف دي ان اي، لو عملت لها سيل ديفيجن بسيط هتديني تو سيلز، لكن انا عايز فور جميتس يطلعوا من خلية واحدة. ده الهدف الاولاني. الهدف التاني ان الخلية اللي نصها جاي من الاب ونصها جاي من الام، لما تديني فور جميتس تديني اربع خلايا مختلفين عن الخلية الام ومختلفين عن بعض. دي بسميها الجينيتك دايفيرستي او الفاريشن، جينيتك فاريشن. بسميها جينيتك دايفيرستي او جينيتك فاريشن. كل خلية من دي مختلف عن الخلية الاصل وفي نفس الوقت مختلفة عن بعضها. ومهما كانت عدد الخلايا يبقى كله لازم يكون مختلف عن بعض. يبقى اذا الهدف من الميوسيس حاجتين، الحاجة الاولانية ان ادي اربع خلايا، الحاجة التانية ان هذه الخلايا تكون variable بالنسبة للجينيتك ماتيريال بتاعتها. طيب تعالوا نشوف الميوسيس بتاعنا بتكون من ايه. الميوسيس بتاعنا بتكون من first meiotic division، second meiotic division. لكن قبل الاثنين دول في حاجة مهمة جدا اسمها duplication of the DNA. ليه انا محتاج duplication of the DNA؟ علشان اطلع من الخلية الواحدة اربع خلايا. طب لو ما عملتش duplication of the DNA يبقى كل خلية هتتقسم الى خليتين، واحدة فيها 46 كروموسوم ودبل amount of the DNA، لما تتقسم لخليتين يبقى الخلية فيها 23 كروموسوم وهابلويد amount of the DNA. يعني العملية تبقى سهلة، لكن مش هي دي الحقيقة. الحقيقة ان كل خلية هتديني 4 جاميتس. فاكرين انتوا طبعا ان الاوجونيا الواحدة بتديني 1 اوفم و 3 بولار بوديز، لو انتوا فاكرين طبعا الكلام ده في الاوفري. يبقى الميوسيس بيحصل في الجيرم سيل لاين، الخلية بتاعتي بقى فيها 46 كروموسوم، هيحصل دوبليكيشن للدي ان اي، يبقى تترا اماونت اوف دي ان اي بسميها 4C. ده بعدها بيحصل تو سكسيسيف سيل ديفيجن علشان يبقى عندي اربع خلايا، اربع خلايا كل خليه فيها هابلويد اماونت اوف دي ان اي، هابلويد نمبر اوف كروموسومز. كمان هيحصل الجينيتك ريكومباينيشن اللي هيؤدي في الاخر الى ما يسمى بالجينيتك دايفيرسيتي، او بيؤدي الى ما يسمى بالجينيتك فاريابيليتي. يبقى هو تعريف الميوسيس، تو سكسيسيف سيل ديفيجن، قبلهم بيحصل دوبليكيشن اوف ذا دي ان اي. عايز اقول لكم ان الميوسيس ده وان واي. يعني ايه؟ يعني ايه وان واي؟ يعني مش سيل سايكل، يعني ما بيخضعش لقوانين السيل سايكل. فاكرين لما كنا بنتكلم عن الريجوليشن اوف ذا سيل سايكل وازاي يحصل ممكن يحصل ابوبتوزيس وما يحصلش ابوبتوزيس والكلام ده كله، ده مش موجود في الميوسيس. عشان كده مفيش هنا سيل سايكل لا في الدي ان اي ريبليكيشن ولا في الميوسيس 1 ولا في الميوسيس 2. ده بالرغم ان الدي ان اي ريبليكيشن بيخضع لمسميات السيل سايكل لكن ما هواش سيل سايكل، يعني ما بيخضعش لقانون السيل سايكل. ده بيعتبر نوع من انواع الديفرنشيشن. يعني الخليه اللي بيحصل لها دوبليكيشن بسميها على فكره في الميل بسميها برايمري سبرماتوجونيا، وفي الفيميل بسميها برايمري اوجونيا. الاثنين يعتبروا سيل ديفرنشيتد من الاوجونيا، من الاوجونيا او من السبرماتوجونيا.
يبقى لهذه الانترفيز اللي هسميها انترفيز، لكن هي مش انترفيز لان مفيش بعدها سيل ديفيجن وما كانش فيه قبلها سيل ديفيجن، يبقى اذا هسميها مجازا انترفيز عشان ما نفضلش نتكلم كتير. هلاقيها بتتكون من ايه؟ فولد باي تو سكسيسيف سيل ديفيجن زي ما قلنا، مايوسيس 1 ومايوسيس 2. تعالوا نتفرج على الحكايه دي على الساعه بتاعتنا. ادي الخليه اللي هي ايه؟ سوماتيك سيل. السوماتيك سيل دي عباره عن 2 سي 2 ان. هذه الخليه اللي هي الجيرم سيل هتدخل فيما يسمى السيل سايكل او فيما يشبه السيل سايكل. علشان يحصل لها ايه؟ علشان يحصل لها دوبليكيشن للدي ان اي. لكن عشان يحصل دوبليكيشن للدي ان اي لازم تعدي على الجي 1 طبعا، وتعدي على الاس فيز، وبعدين تدخل في الجي 2. دي سيل سايكل هنشوف دلوقتي. بعد كده الخليه دي اللي هي البرايمري سبرماتوسايت دي بقت كونستيتوانت، الجينيتك كونستيتوانت بتاعها عباره عن ايه؟ عباره عن 4 سي و 2 ان، يعني دبل في تترا اماونت اوف دي ان اي ونفس الديبلويد نمبر اوف كروموسومز. هذه الخليه هتدخل في الفيرست مايوتيك ديفيجن، بروفيز، ميتافيز، انافيز، انتيلوفيز، وبعدين تطلع خليه فيها 2 سي 1 ان. ما تنفعش تبقى جميد، علشان كده لازم تدخل على طول في السكند مايوتيك ديفيجن من غير ما تعدي على الاس فيز مره تاني. وبالتالي النت ريزلت او الاوتكم بتاعه هو 4 جاميتس، كل خليه فيها 1 سي 1 ان. هنفضل نكرر في الحكايه دي طول المحاضره علشان نفضل فاكرينها طول الوقت. يبقى الجيرم سيل لاين هتدخل فيما يشبه السيل سايكل علشان تتحول الى برايمري سبرماتوسايت او برايمري سبرماتوجونيا 4C2N، وبعدين تنقسم الى 2 سيلز، كل خليه فيها 2C1N، على طول تدخل في السكند مايوتيك ديفيجن علشان تديني 4 جاميتس، كل جاميت فيها 1C1N. زي ما احنا شايفين السيل ديفيجن بتاعنا يوني دايركشنال، اتجاه واحد، ما بيكملش السيل سايكل بتاعتنا. تعال نتكلم بالتفصيل عن الميوسيس 1. بنسميها الريدكشنال ديفيجن. يعني ايه ريدكشنال ديفيجن؟ يعني هقسم الكروموسومز بتاعتي اللي هي 46 كروموسوم، هقسمها لنصين، خليه فيها 23 والخليه الثانيه فيها 23 كروموسوم، يبقى دي بسميها ريدكشنال ديفيجن. الميوسيس بتكون من بروفيز وميتافيز وانافيز وتيلوفيز. البروفيز بتاعي فيري لونج، في الميل بيبقى دايز وفي الفيميل بيبقى ييرز، وهنعرف الحكايه دي. لكن علشان في الميل بيبقى دايز وفي الفيميل بيبقى ييرز، اقدر اقسمه تحت الميكروسكوب الى 5 مراحل. المرحله الاولانيه بسميها ليبتوتين، وبعدين زيجوتين، باكيتين، ديبلوتين، والدايكاينيسيس. وتعالوا نتفرج على المراحل دي بالتفصيل. ايه اللي بيحصل في مرحله الليبتوتين؟ ولا حاجه، الكروماتين هيتحول الى كروموسومز، والكروموسومز هتبقى فيزيبل تحت الميكروسكوب بالشكل ده كما لو كانت خيوط. اقدر اميز بسبيشال تكنيكس الكروموسومز اللي جايه من الاب عن الكروموسومز اللي جايه من الام، واللي احنا لوناها هنا الكروموسومز اللي جايه من الام هي اللي هي باللون الاحمر، والكروموسومز اللي جايه من الاب هتبقى باللون الاسود. التو سيستر كروماتيدز بتوع الكروموسومز ما اقدرش اشوفهم في مرحله الليبتوتين. في الزيجوتين، ايه زيجوت؟ يعني زيجوت يعني ميل وفيميل. في الزيجوتين الهومولوجس كروموسومز، الكروموسومز المتشابهه بسميها هومولوجس كروموسومز. يعني ايه؟ يعني الكروموسوم رقم واحد اللي جاي من الاب هيتعرف على الكروموسوم رقم واحد اللي جاي من الام، والكروموسوم رقم اثنين اللي جاي من الاب هيتعرف على الكروموسوم رقم 2 اللي جاي من الام، والكروموسوم رقم 3 اللي جاي من الاب هيتعرف على الكروموسوم رقم 3 اللي جاي من الام. وتفضل الحكايه دي مستمره لحد 23 كروموسوم. اللي جايين من الاب يتعرفوا على ال 23 كروموسوم اللي جايين من الام. طبعا بيتعرفوا عن طريق سيستم غايه في الدقه. الكروموسومز العمليه دي بسميها بيرينج، واللي بيحصل بينها وبين بعضها بسميه سينابس. الكلام ده ما بين الايه؟ الهومولوجس كروموسومز. في الباكيتين هيحصل كوندنسيشن للكروموسومز، فهتبقى مور شورتر اند مور ثيكر. في الحاله دي هيبدا يظهر عندي كروسنج اوفر او كيازماتا ما بين الكروموسومز اللي جايه من الاب
اللي هي لونها ازرق مع الكروموسومز اللي جايه من الام اللي هي لونها احمر. نقط الاتصال دي بسميها كايازماتا. في المرحله دي او في المراحل الحاليه التاليه اللي بعد تكوين الكايازماتا هيحصل اكس تشينج ما بين الجينيتك ماتيريال اللي هنا مع الجينيتك ماتيريال اللي جايه من الام. يبقى اذا هيحصل اكس تشينج، هذا الاكس تشينج بسميه كروسنج اوفر. يبقى الكروسنج اوفر اللي هو الاكس تشينج والكايازمات اللي هي الفيزيكال اتاتشمنت اللي هي نقط الاتصال ما بين الكروموسومز اللي جايه من الاب مع الكروموسومز اللي جايه من الام. الكايازماتا بتحصل ما بين النون سيستر كروماتيدز مش ما بين السيستر كروماتيدز، دي بسميها سيستر كروماتيدز والدول سيستر كروماتيدز، لكن الكايازماتا بتحصل ما بين النون سيستر كروماتيدز اوف هومولوجس كروموسومز. يبقى كده التعبير بتاعنا بقى ايه؟ بقى واضح. يبقى النون سيستر كروماتيدز دي نون سيست، دي بالنسبه لدي نون سيستر ودي بالنسبه لدي سيستر. يبقى النون سيستر كروماتيدز اوف هومولوجس كروموسوم زي يحصل بينها وبين بعضها كايازماتا، وبالتالي هيحصل كروسنج اوفر زي ما احنا شايفين. ما عادش في كروموسوم احمر ولا كروموسوم اسود، الكروموسوم الاحمر بقى هجين والكروموسوم الاسود بقى هجين. في الدبلوتين زي ما انت شايف الكروموسومز بعدت عن بعضها، مش سيباريت، لا التعبير مش صحيح، ابارت، بتبعد عن بعضها لكن ما زالت متصله وهتفضل متصله. التو كروموسومز دول بسميهم باي فيلنت كروموسوم، بيبقوا وحده واحده ما بينفصلوش عن بعض خالص الا في الانافيس. في الدايكاينيسيس هيحصل مور اند مور ابارت، هيبعدوا عن بعض اول درجه ان انا اقدر اشوف الكروموسوم كما لو كان بيتكون من فور كروماتيدز، فبسميه تتراد. يبقى احنا كده خلصنا البروفيز 1. في البروفيز 1 ايه المحصله اللي عندي؟ عندي 46 كروموسوم، كل كروموسوم فيهم مانيش عارف اذا كان جاي من الاب ولا جاي من الام، بقى هجين. في الميتافيز الكروموسومز بتاعتي هتارنج في الاكواتوريال بينين. مين اللي هيعمل لها ارنجمنت في الاكواتوريال بينين؟ المايكروتوبيولز اللي طالعه منين؟ اللي طالعه من السنتريولز. يبقى السنتريولز هتبدا تطلع للمايكروتوبيولز، بعضها هيتصل بالكاينيتوكور وبعضها مش هيتصل بالكاينيتوكور علشان ترسلي الكروموسومز دي في الاكواتوريال بلين. لكن طول الوقت ما زالت الكروموسومز اتاتشت ببعضها زي ما احنا شايفين كده. يبقى الكروموسومز طول الوقت لسه ايه؟ لسه متصله ببعضها. ايه المايكروتوبيولز هتروح تتصل بالكروموسومز اللي لسه متصله ببعضها عن طريق الكايازمات. لكن خلي بالك ان الكروماتيدز دي ما ينفعش تنفصل عن بعضها، ودي حاجه خاصه بالميوسيس 1، ان التو كروماتيدز ما ينفعش ينفصلوا عن بعضهم. عشان كده لما اجي اشد على المايكروتوبيولز او المايكروتوبيولز تيجي تشد على الكروموسومز بتجر الكروموسوم من قفاه، بتشدوا على بعضيه ما بتفصلوش عن بعض، او في الحقيقه هي بتفصل الاثنين دول عن بعض، لان احنا كنا قلنا قبل كده ان الاثنين دول وحده واحده باي فيلنت. فلما قسمتهم نصين طلع المحصله النهائيه هنا وان كروموسوم وهنا في الناحيه الثانيه وان كروموسوم. ده ليه بقى؟ لان التو كروماتيدز دول متصلين ببعض عن طريق بروتين خاص بالميوسيس بسميه كوزين بروتين. هذا الكوزين بروتين خاص بالايه؟ بالميوسيس. في الانافيز 1 زي ما انت شايف الكروموسومز بتتجر على بعضها، فهيبقى كل خليه فيها 23 كروموسوم اناتوميكالي، فيسيولوجيكالي 46 كروموسوم لان كل كروموسوم فيه 2 كروماتيدز. في الانافيز الخليه هيحصل لها الونجيشن مور اند مور، وبعدين الكروموسوم زي ما احنا شايفين هتبقى على بعضها. في النهايه خالص في التيلوفيز هيبدا النيوكليير انفلوب يرجع مره ثانيه، وبعدين بنهايه النيوكليير انفلوب لما يرجع الكروموسوم هيتحول الى كروماتين علشان ندخل في السيتوكينيزيس والخليه تتقسم الى خليتين. يبقى كل خليه دلوقتي فيها ايه؟ فيها 23 كروموسوم. يعني تنفع تبقى جميت؟ لا ما ينفعش تبقى جميت. ليه؟ عشان فيها دبل اماونت اوف ذا دي ان اي. يبقى زي ما بقول دايما فيها 23 كروموسوم اناتوميكالي، فيسيولوجيكالي فيها 46 كروموسوم. لكن بقى عند كل خليه فيها كام دلوقتي؟ 23 كروموسوم، عشان كده بنسميه ريدكشنال ديفيجن. تاني الميوسيس 1 بيتكون من بروفيز 1، والبروفيز 1 ده الملخص بتاع البروفيز 1 تقراه بالتفصيل. البروفيز 1 بيتكون من ليبتوتين زيجوتين باكيتين ديبلوتين دايكاينيس. خلاص عرفنا الكلام ده. في الليبتوتين، الليبتو يعني ثريدز،
الكروموسوم هتبقى ثريدز، لكن التو كروماتيدز في المرحله دي علشان يضمنوا ان هم يدخلوا الميوسيس. والنقط دي مهمه جدا للناس اللي بتشتغل اطفال والناس اللي بتشتغل نساء، ان انا ابقى فاهم ان التو كروماتيدز هنا متصلين بسبيشال بروتين اسمه كوزين بروتين. هذا الكوزين بروتين لو فقدته ما عادش فيه ميوسيس. بالمناسبه يعني الميوسيس بتاعي لا يمكن يكمل، لان شرط الميوسيس ان التو كروماتيدز دول يلحموا ببعض. بلحمهم بايه؟ بالبروتين الخاص ده الخاص بالميوسيس. يبقى دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه هيحصل بيرنج زي ما احنا شايفين، ده الكروموسوم اللي جاي من الاب وده الكروموسوم اللي جاي من الام. في الزيجوتين المساله هتغمق شويه. يعني ايه تغمق شويه؟ يعني انا مش هكتفي بس بان الاثنين تو كروماتيدز دول متصلين ببعض، لا ده انا هعمل الاربعه كروماتيدز دول وحده واحده. عن طريق ايه؟ عن طريق كومبلكس جديد من البروتين برضو اسمه ساينابتونيمال كومبلكس. هذا السيناتونيمال كومبلكس بيشبهوه بشريط السكة الحديد اللي ماشي كده وماشي كده وبينه من بعض الفلنكات، لكن في هنا خط ثالث ماشي في النص. التلاتة مع بعض بيتبتولي التو كروموسومز دول مع بعض، ما ينفصلوش خالص علشان تتم عملية التزاوج، مش بنسميها زيجوتين، ويحصل اكستشينج ما بين الجينيتك ماتيريال. يبقى في الباكيتين هيحصل مور اند مور كوندنسيشن، والسيستم اللي احنا لسه متكلمين عنه من شويه هيبقى مور دوميننت. في الدبلوتين الكيازماتا بتاعتها هتبدا تتكون. يبقى اللي فات ده مش كيازماتا، الكيازماتا هتبدا تتكون امتى؟ في مرحله الدبلوتين. في الدبلوتين هيحصل كيازماتا واكس تشينج اوف جينيتك ماتيريال زي ما احنا شايفين، لكن بالرغم ان حصل اكس تشينج لكن الكيازماتا مش هتختفي. الكيازماتا دي هتفضل لازقه معايا لحد الانافيس. الكيازماتا لما تتكون يبقى معنى كده ان حصل كروسنج اوفر. وقلنا يعني ايه كروسنج اوفر؟ يعني الجينيتك ماتيريال اللي هنا هتتنقل للجينيتك ماتيريال اللي هنا، وهيحصل العكس زي ما احنا شايفين. ما عادش في عندي كروموسوم ماتيرنال وكروموسوم باترنال، بقت لخبطيطه. هذه اللخبطيطه مهمه جدا في حاجه بنسميها جينيتك دايفيرسي او جينيتك ريكومباينيشن، بسمي دي ريكومباينانت كروماتيدز. انا لسه في بروفيز 1. اخر حاجه في بروفيز 1 هي الدايكاينيسيس، ودي مش هيحصل فيها حاجه زي ما احنا شايفين. ما زالت الكيازماتا موجوده في نهايه البروفيز 1، لكن اقدر اشوف الكروموسوم الواحد كما لو كان بيتكون من اربعه، كما لو كان بيتكون من اربعه ايه؟ من اربعه كروماتيدز. عشان كده بسميه تتراد، ودي طبعا للناس المهتمين قوي بالميوسيس بيبقى مهم. طبعا ان في نهايه البروفيز 1 النيوكليولايد ديسابير، النيوكليير انفلو هيبدا يحصل له ديسنتجريشن، السبندل بتاعه هيبدا يتكون، التو سنتريولز مايجريت تو ذا اوبوزيت بول، وهكذا زي البروفيز بتاع الميتوزيس اللي اخذناه في المحاضره اللي فاتت. في الميتافيز 1 الكروموسومز ارانجز في الايكواتوريال ما زالت متصله عن طريق الكيازماتا، وما يزال كل اتنين كروماتيدز متصلين بالكوزين بروتين. يبقى لما اجي اشد هنا بالمايكروتيبيولز اللي متصله هنا بالكاينيتوكورز، يبقى هتشد الكروموسوم على بعضه ولا هتشد الكروماتيدايه؟ لا مش هتشد الايه الكروماتيدايه، هتشد الكروموسوم على بعضه. يبقى في الايرلي ميتافيز، في الايرلي ميتافيز الكيازماتا موجوده، في الليت ميتافيز هتبدا الكيازماتا بتاعتي تختفي. النيوكليار انفلوب هيختفي تماما، السبندل بتاعي هيبدا يرتبط بالكاينيتوكور، وبعدين يحصل الكروموسومز بتاعتي الرينجز في الايكواتوريال بلين. زي ما انت شايف الكروموسوم مجرور من قفاه ورايح ناحيه السنتريول. هنا طبعا عارفين ايه السر بتاعنا اللي هو الكوزين بروتين، الكروماتيدز بتاعتي ما بتنفصلش. النان كاينيتوكورز اللي احنا شايفينها بره دي هيحصل لها الونجيشن. هذا الالونجيشن هيخلي الكروموسومز الخليه بتاعتي تطول، والكروموسومز بتاعتي تيجي الناحيه دي، والكروموسومز الناحيه تروح الناحيه الثانيه، يبقى عندي تو سيلز. يبقى في التيلوفيز هيحصل سيجريجيشن، يعني 23 هيروحوا ناحيه و 23 هيروحوا الناحيه. طب يا ترى ال 23 اللي رايحين الناحيه دي كانوا متفقين مع ال 23 اللي رايحين من الناحيه الثانيه، ولا العمليه هبهزر؟ لا العمليه هبهزر، علشان كده بسميها راندوم اسورتمنت، ودي طريقه ثانيه او وسيله ثانيه بتستخدمها الخليه علشان تعمل جينيتك دايفرستي او جينيتك
بتعمل عشان تعمل جينيتك دايفرستي. يبقى الحاجه الاولانيه اللي استخدمتها هي الفيزيكال اكستشينج ما بين الجينيتك ماتيريال اللي جايه من الاب وجينيتك ماتيريال اللي جايه من الام، عشان عندك كروموسوم جاي من الاب وكروموسوم جاي من الام. الحاجه الثانيه ان لما تيجي تعمل سيجريجيشن، يعني تيجي تحط 23 كروموسوم في الخليه دي، 23 في كروموسوم في الخليه دي، بتبقى العمليه بهازارد، فده بيخلق لي حوالي 8 مليون احتمال من ال 46 كروموسوم. اخر حاجه هتحصل هي السيتوكاينيسيس اللي فيها السيتوبلازم هيتقسم الى 2 سيتوبلازم، وبالتالي الخليه هتبقى خليتين. لكن ده مفيش بعديه دي ان ايه ريبليكيشن، على طول هدخل على السكند مايوتيك ديفيجن اللي بيتكون من بروفيز ميتافيز انافيز انتلوفيز. المساله هنا سهله جدا، لان انا عندي الخليه دي فيها 23 كروموسوم وفيها 2 سنتريولز، حصل دوبليكيشن للسنتريولز، السنتريولز هتمايجريت تو ذا اوبوزيت بولز، وبعدين يطلع منها مايكروتوبيولز، هذه المايكروتوبيولز هتروح تتصل بالكروموسومز. طب يا ترى الكروموسومز هنا هتفضل متصله ببعضها؟ يعني التو كروماتيدز هيفضلوا ملحومين ببعض ولا هيتفكوا؟ لا يتفكوا، مين هيفكهم؟ بروتين جديد اسمه بروتينيز انزيم سيباريز، يبقى مين بربطهم؟ الكوزين. مين بيفرقهم؟ السيباريز. سهله خالص، مش محتاجه الحكايه دي. يبقى دي حاجه خاصه بمين؟ حاجه خاصه بالميوسيس. خلاص الكاينيتوكور اتقسم نصين، نص راح الناحيه دي ونص راح الناحيه دي، بقى عندي 4 سيلز، كل خليه فيها كم كروموسوم؟ 23 كروموسوم اناتوميكالي اند فيسيولوجيكي، يعني فيها هابلويد نمبر اوف كروموسومز، هابلويد اماونت اوف ذا دي ان اي. يبقى الميوسيس 2 شبه الميتوزيس في ايه؟ شبهه بالظبط في ان الكروموسوم بيتقسم الى 2 كروماتيز، لكن مختلف عنه في ايه؟ مفيش قبليه دوبليكيشن في الدي ان ايه الاستفيز، يعني النمبر اوف كروموسوم بيبقى 23 مش 46. وزي ما حكيت لكم حكايه البروتينيز انزيم سيباريز اللي هو بيقسم لي الكوزين كومبلكس او بيدوبه لي، وبالتالي بيدي فرصه للتو كروماتيز ان هم يحصل لهم سيباريشن. النتيجة عندي في النهاية 4 سيلز، كل خلية فيها ايه؟ فيها ال 23 كروموسوم وهابلويد نمبر اوف كروموسومز اند هابلويد اماونت اوف ذا دي ان ايه. تنفع تبقى جميل؟ ايوه تنفع تبقى جميل، سواء حصل سيتوبلازميك موديفيكيشن او ما حصلش سيتوبلازميك موديفيكيشن، ممكن استخدمها كجميل. احنا اتكلمنا عن ايه دلوقتي؟ اتكلمنا عن الدوبليكيشن اوف ذا ان ايه، فيرست ميوتيك ديفيجن، سكند ميوتيك ديفيجن. تعالوا نشوف السيجنيفيكانس اوف مايوز اللي اتكلمنا عنه كتير واحنا بنتكلم. رقم واحد بيعمل الجينيتك فاريابيليتي، هو اللي مديني البوبوليشنز الجميله دي، يبقى جينريت جينيتك فاريشن او جينيتك فاريابيليتي عن طريق حاجتين. الحاجه الاولانيه هو الفيزيكال ريكومباينيشن اللي بيحصل اثناء الكروسنج اوفر، انا ما عادش عنده كروموسوم جاي من الاب وكروموسوم جاي من الام، بقى في لخبطيطه. يبقى اول حاجه الاندبندنت الحاجه الاولانيه الاندبندنت الاينمنت اوف كروموسومز، يعني الكروموسوم ده ممكن يروح للخليه دي مع ال22 دول، وممكن ده يروح للخليه دي مع ال22 دول، وهكذا. يبقى انا عندي 8 مليون احتمال زي ما حكيت لكم شويه. الحاجه الثانيه والفيزيكال اكستشينج اللي بيحصل ما بين الهومولوجس كروموسومز اثناء الديبلوتين، يبقى ده السيجنيفيكانس اوف مايوس. رقم واحد بيعمل لي فاسيليتيت السيكشوال ريبرودكشن، رقم اثنين بيعمل لي جينيتك فاريشن او فاريابيليتي في البوبوليشن، ده السيجنيفيكانس. تعال نتكلم عن ظاهره مهمه جدا اسمها نان ديس جانكشن، واللي مسؤوله عن جزء كبير من الابنورماليتي في الكروموسومال ابنورمال، دي مسؤوله عن جزء كبير من الكروموسومال ابنورماليتي. مره طالب سالني قال لي يعني ايه نان ديس جانكشن؟ نان ديس جانكشن عكس عكس، طب ما يبقى جانكشن على طول، يعني بدل ما يتبقى نان ديس جانكشن تبقى جانكشن. لكن الحقيقه ان الاصل عندي هو الديس جانكشن. الديس جانكشن ده بيحصل في مايوسيس 1 وبيحصل في مايوسيس 2. في مايوسيس 1 دول كانوا بايفيلنت، كانوا كروموسوم واحد، ان الديس جانكشن قسمهم لي الى 2 كروموسومز، كل كروموسوم 2 كروماتيدز. في المايوسيس 2 كانوا الاثنين دول كروموسوم واحد، لكن في وجود السيباريز انزيم وقدرت افصلهم الى 2 كروموسومز، واحد راح ناحيه دي وواحد راح ناحيه، يبقى ده بسميه ديس جانكشن في
ميوسس 1 وده بسميه ديس جانكشن في ميوسس 2. طب يحصل ايه او يجرى ايه لو حصل نون ديس جانكشن؟ ادى ميوسس 1 حصل فيه نون ديس جانكشن يعني الكروموسوم ده مرضاش يسيب اخوه او راح مع اخوه اهو، يبقى الخليه دي هيبقى فيها كام كروموسوم؟ بدل ال 23 ب 24، وده هيبقى فيها كام؟ هيبقى فيها 22. الخليه دي لو ما كانش الكروموسوم الاكس كروموسوم هو اللي مختفي، يبقى الخليه دي هتختفي من الوجود، مش هتقدر تعيش وهي عندها 22 كروموسوم. الخليه دي لو كان الكروموسوم رقم الاكس كروموسوم او الكروموسوم مثلا رقم 21 هو اللي زايد، يبقى في الحاله دي الخليه دي هتكمل معايا وهتؤدي الى، لو تحولت الى جميد هتؤدي الى سيندرومز هنعرفها بعد شوي. لكن تعالوا نشوف النون ديس جانكشن حصل هنا ازاي. برضو نفس الفكره، الكروموسوم هنا ما حصلوش سيباريشن، وبالتالي الخليه دي فيسيولوجيكالي فيها كام كروموسوم؟ فيها 24 كروموسوم. لو عملت جميد هيبقى الزايجوت بتاعي فيه 47 كروموسوم. طيب يا ترى الكروموسوم الزياده ده كان الاكس كروموسوم هيؤدي الى كلاين فلتر، ولا كان الكروموسوم رقم 21 هيؤدي الى هيؤدي الى داون سندروم، ولا الكروموسوم رقم 15 يبقى في الحاله دي نوت سيرفايف، بدليل ان انا بشوفوش في الحقيقه او في الحياه. طيب الكروموسوم اللي ناقص ده كروموسوم رقم كام؟ 21، يبقى الخليه دي مش هتكمل معايا، يبقى عندي الداون سندروم والكلاين فلتر سندروم والترنر سندروم، بيبقى المركب الرئيسي او السبب الرئيسي فيه هو ان نان ديس جانكشن. هل الميوسس في الميل بيختلف عن الميوسس في الفيميل؟ الاثنين ايدنتيكال ان ريليشن تو زي النيوكليس. في السيتوبلازم الوضع بيختلف شويه، في النيوكليس عندي فرق واحد بس، او عندي فرق واحد بس ان هنشوفه دلوقتي. طيب في الفيميل بيبدا في الانتريوتراين لايف، في الميل بيبدا افتر بيوبيرتي. في الفيميل خلي بالك في الانتريوتراين لايف الاوجونيا اللي هي 2 سي 2 ان هتدخل في ما يشبه السيل سايكل جي 1 اس جي 2 علشان تبقى فوق او برايمري او اوسايت 4 سي 2 ان. هذه الخليه هتدخل في الفيرست ميتوتيك ديفيجن. الفيرست ميتوتيك ديفيجن عباره عن بروفيز ميتافيز انافيز انتيلوفيز. في البروفيز هتعدي على المراحل بتاعتنا ليبتوتين زيجوتين باكيتين ديبلوتين، وتقوم واقفه في الديبلوتين، تفضل واقفه كتير في الديبلوتين لحد ما يحصل اوفيوليشن. يعني الخليه دي لو كانت اول خليه هيحصل لها اوفيوليشن يبقى قعدت في الديبلوتين قد ايه؟ شوف بقى من اول الانتريوتراين لايف لحد 15 سنه. طب لو كانت رقم 2 يعني في الشهر الثاني يبقى قعدت 15 سنه وشهر، لو كانت رقم 3 يبقى 15 سنه و3 شهور، طب لو كانت اخر واحده يبقى قعدت في الديبلوتين 45 سنه. يبقى اذا لما نقول ان البروفيز في الميل في الفيميل بيبقى ييرز، عرفنا بيبقى يعني ايه ييرز؟ من 15 ل 45 سنه. طيب هيكمل امتى؟ جاست بيفور اوفيوليشن. يبقى هالخليه دي اللي هتوسي انه دخلت في الانتريوتراين لايف بدات تكمل في الاستوماتيك ديفيجن، عند الاوفيوليشن هنبدا نكمل الايه؟ جاست بيفور الاوفيوليشن هتبقى عندي تو سيلز، كل خليه فيها 2 سي 1 ان بسميها سكندري اووسايت. هذه السكندري اووسايت هتبقى ماتيور اوفم امتى؟ لو حصل فيرتلايزيشن. لو ما حصلش فيرتلايزيشن مفيش ماتيور اوفا. يبقى ده الميوسس في الفيميل. الميوسس في الميل هو اللي احنا اتكلمنا عنه، ما فيش فيه جديد غير ان احنا بنقول ان هو بياخد حوالي 47 يوم، ودي صوره تفرق لي ما بين او بتحط لي علاقه بين الاثنين. الاقي النيوكليس شبه بعض بالظبط، لكن الفكره كلها في السيتوبلازم. هنا الخليه بتطلع لي 1 اوفم وثلاثه بولر بوريز، هنا الخليه بتطلع لي 4 سبيرمز. يبقى ده تيبل اقدر افرق بيه ما بين الاسبرماتوجينيسيس والاوجينيسيس. لو هنقراه بالتفصيل هنلاقيه عندنا في البي دي اف، نقدر نشوفه بالتفصيل هو والفرق ما بين الميوسيس والميتوسيس. ده بيحصل في الريبرودكتيف تيشوز، ده بيحصل في استوماتيك سيلز. النمبر اوف نيوكليير سيل ديفيجن في الميوسيس 2، هنا واحد بس. النمبر اوف دوتر سيلز ده بيطلع لي 4، الاثنين دول
متشابهين. النمبر اوف سيل سايكل، سيل سايكل واحده بالرغم ان انا عندي تو سيل ديفيجن، هنا وان سيل سايكل، هنا وان سيل سايكل. الهومولوجس كروموسومز، هنا بيرنج، ما بيحصلش هنا بيرنج خالص اثناء السيل ديفيجن. احنا بنتكلم في الميتوز اتكلمنا عن بيرنج؟ لا ما اتكلمناش عن بيرنج. الكروسنج اوفر ما بيحصل، بيحصل هنا في الميوس، ما بيحصلش هنا في الميتوزس. طب لو حصل في الميتوزس هيحصل ما بين التو سيستر كروماتيدز، هنا بنعتبره فيسيولوجي، هنا بنعتبره باثولوجي. السنترومير هنا نوت ديفايد في الفيرست ميتوتيك ديفيجن، هنا ديفايد. ليه؟ لان عندي هنا الكوزين بروتين، ما عنديش هنا الكوزين بروتين. ديورنج الانافيز الكروموسوم بيتحرك على بعضيه لنفس السبب اللي فوق، هنا الكروموسوم هيتقسم نصين. الجينيتيك اكسشينج هيحصل هنا ما بيحصلش هنا؟ نورمالي. لو حصل هنا هيحصل ابنورمالي. الجينيتيك فاريابيليتي بتبقى نتيجه للميوسيس، عمرها ما كانت نتيجه للميتوزيس. السيلز في الميتوز بسميها ايدنتيكال سيلز. الدوتر سيلز بتبقى 1N، هنا بتبقى 2N، عشان كده بسميه نون ايدنتيكال سيل وهنا identical cell. non identical cell يعني الجينوم بتاعها ما هوش شبه الجينوم بتاع الام ولا شبه الجينوم بتاع الخلايا وبعضها، لكن هنا identical للمذر. ارجو ان احنا نكون استفدنا في المحاضرة دي، ويا رب اتمنى لكم دايما التوفيق، ونشوفكم ان شاء الله في محاضرة جديدة بإذن الله في السيتوجينيتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.